الراديو 90 90 هواها مصري. عندي خبر برضو من الأخبار المهمة متعلقة بمباراة القمة، وبدأ يبقى فيه فكرة جوه اتحاد الكورة أو اللجنة الخماسية بتأجيل اللقاء الخاص بالأهلي والزمالك، ماتش القمة اللي تم ترحيله. لو انتوا فاكرين احنا كان عندنا مباراة يوم 19 وعندنا مباراة يوم 20. 19 دي اللي هي كانت في الدوري اتشالت واتحطت يوم 24، واتحط يوم 20 لقاء السوبر بين الاهلي والزمالك اللي هتلعب في الامارات. فلقاء السوبر ده ثابت، اللي ممكن يحصل فيه تغيير تاني هو مين؟ هو لقاء القمة اللي هو يوم 24. ففي احتمالية انه يتحرك من معاده، لان انت كده زي ما بقول لحضراتكم الكاف قالك انه ماتشات دور التمانية يوم 28 ويوم 29، فانت هتيجي بقى من طحنة ماتش 20 في ماتش 24 على 28 و29 ممكن ما يكونش الوقت كافي. ده بالاضافة كمان الزمالك كان طلب انه مرتبط بمباراة الترجي اللي انت مش عارف اذا كانت هي هتتلعب ولا مش هتتلعب، اللي هي السوبر الافريقي يوم 14 فبراير، بعدين السوبر المصري يوم 20، وبعدين تتكلم في مباراة يوم 24، بعدين تروح تلعب الذهاب. هو الذهاب هيبقى على ارضك غالبا 28-29 على ارضك، سواء اهلي سواء زمالك، انت كده كده الاياب هيبقى على ارض المتصدر وفقا لكلام الاتحاد الافريقي. وبالتالي في دراسة انه يتأجل لقاء القمة وتتلعب مباراة الاهلي امام انبي، ويلعب الزمالك اي من مبارياته المؤجله يوم 24 بدل من الاهلي، على اعتبار انه يخف الضغط شويه على الفرق بتاعته اللي مشاركه في افريقيا، اهلي او زمالك. مش هعلق انا مش هعلق بصراحه على موضوع التاجيلات ومش التاجيلات، لان انتوا عارفين اللي في بالي. يعني اتكلمنا بقى في القصه ديت قبل كده وقلنا محدش يزعل، بس انا عارف ان والله كلام هيزعل الناس هتتضايق وهقول لك يا عم. بالنسبه لي انا بصراحه بشوف انه فكره التاجيلات دي فكره حطيت مواعيد. انا نفسي اشوف نفسي كده من الاخر زي اخواننا بتوع انجلترا. الاستاذ اللي هناك ليفربول بيمثل انجلترا في كاس العالم للانديه، ولا خليك معايا يا عم ساري النرويج بيلعب في التليفون معايا ولا مش معايا؟ اوكي. ليفربول بيمثل مين في كاس العالم للانديه؟ بيمثل انجلترا. قالوا انت عندك ماتش قبلها بيوم. ايوه اعمل ايه؟ مالناش دعوه، دي قصتك انت مش قصتنا. الرابطه قالت لهم كده، قصتك انت مش قصتنا. فعمل ايه؟ الراجل قسم من الفرقه نصين. لعب ماتش والفرقه الثانيه نصها كان مسافر بيلعب الماتش الثاني. خناقات بقى وخلافات وبتاع، مش مفيش مشكله. الناس بتلعب كل 3 ماتشات والناس بتقن وتشتكي، واحنا اجهاد بس اجهاد بجد. اجهاد بجد يعني. هو كده هتلعب كده، مفيش التأجيل، عشان الباب ده يفتح لي باب كبير. حط مواعيدك، خليك مستوثق منك، نفسك، ليك واثق منها. وخليك عارف كويس قوي وعرف الانديه، انت عارف المشكله في ايه؟ اكلمك بامانه. الاتحاد الانجليزي اول ما في اي فرقه في الدوري بتفتح بقها وتقول له كذا تبمبك معاه، يقول تعال حبيبي. يعني جه ليفربول قال له ايه؟ جه قال لك يورجن كلوب معترض. انا معترض على ايه؟ تعالى يورجن كلوب. ها يورجن كلوب دلوقتي اللي هو رقم واحد دلوقتي في التدريب في العالم، يورجن كلوب اللي واخد دوري ابطال اوروبا، يورجن كلوب اللي فارق له بتاع حوالي 16 17 نقطه عن اقرب ملاحقيه، قلب الدوري الانجليزي الدوري حماده. راح عمر ما حد شاف الدوري الانجليزي كده، في 16 فارق 16 نقطه فارق. ها يورجن كلوب. فطلع الراجل قال لهم ايه؟ قال لهم يا جماعه انتوا ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا قلتوا لنا انه في عطله شتويه وفي 15 يوم اجازه في الشتاء، انتوا ازاي تحطوا لنا ماتش الاعاده بتاع الكاس بتاع الكارلين كاب او كاراباو تحطوه لنا في مع شور سبيري، تحطوه لنا في فتره الاجازه؟ الاتحاد الانجليزي ما حرقش معاه بنزين كتير، وده يورجن كلوب، ودي جماهير ليفربول، ودي فرقه ليفربول. قالوا خد تعال. الاتحاد الانجليزي لكره القدم في بداية الموسم جلس مع كل الفرق، وكل الفرق أبدت موافقتها على شروط الدوري وشروط البطولات كلها بنفس ما اتفقنا. احنا اسفين،
فيما معناه. شايف الحيطه اللي هناك دي؟ اه مش انت وقفت من الاول؟ اه هناك واخبط دماغك فيها ليه؟ عشان انا من الاول حطيت لك مواعيدك، فانت قدام نفسك لازم تبقى عارف مواعيدك. انت قدام نفسك انت عارف المشكله هنا في ايه؟ ليه الدنيا خايبه شويه؟ لانه انت بتيجي تعدل وسط البطوله، فرحت مره واحده حاطط ماتش السوبر راش، وعارف انت بتمسك الحيط ماسك مشبك حاطه كده، فانت رحت حاطط يوم 20 ماتش السوبر، فالانديه هيبقى ايه؟ هتلكك بقى، ما انت حطيت لي ماتش هنا وشلت لي ده واجلت ماتش الفلان، فهتاجل لي انا كمان ماتش، فهنبتدي. لكن انت لو من بدايه الموسم صباح الفل يا جماعه، ايه الاخبار؟ تمام، تعالوا ورقه وقلم، احنا يوم 20 في ماتش السوبر الافريقي السوبر المصري، يوم 24 في ماتشات واتعملت البتاع والدنيا وخلاص وزي الفل، ومعروف متسكن في الاجنده الفرقه المصريه اذا صعدت هتلعب يوم كذا، واذا وصلت للحته الفلانيه هتلعب يوم كذا. فحضرتك مضغوط في 3 ايام، دي قصتك مش قصتي، وانت ارتضيت من الاول واحنا قاعدين وعلى لكن الازمه عندنا انه ايه اللي الازمه عندنا ايه؟ انه ده مكرر دايما، ما بيجيش من بدايه الموسم ويحطك قدام مسؤولياتك زي ما الدوري الانجليزي ما بيحصل. فبالتالي اتحاد الكوره في اي خناقه مع اي نادي من الانديه مين اللي بيطلع كسبان؟ لا مش مش الاتحاد، الانديه. صح ولا لا يا عم ساري؟ الانديه تقول له لا تخضع لي. انا بمثل مين؟ الاهلي بيمثل مين في البطوله الافريقيه؟ مصر. الزمالك بيمثل مين في البطوله الافريقيه؟ مصر. ف انا اسف مره تانية وثالثه ورابعه، لو الاتحاد بيحط كل الماتشات وبيسكنها في اجنداته في الوقت الكافي قبليها، كل واحد يبقى قدام مسؤولياته، ما حدش هيرجع ويتلكك. واللي يتلكك اقول له ارجع بقى للائحه مع البدايه، وانك وافقت زي كده ما الاتحاد الانجليزي ما عمل مع يورجن كلوب وليفربول بجلاله قدره.